النسخة الثامنة لمعرض نيال التجاري الاستثماري شكلت مساحة لعكس المنتجات المحلية وبإبداعات المرأة هنا في نيال للاستفادة من العلاقات في مجال التجارة وخلق شراكة بين المستثمرين والناشئين في مجال ريادة الأعمال. أنا كاعتدال مشاركة بواحدة من المنتجات الطبيعية اللي هي بتتمثل في العصائر، صلاحية 6 شهور بدون إضافة مادة حافظة، كذلك في تركيبة بتاع الطاقة دي اللي شاركت بها في مهرجان إكسبو 2020 بدولة الإمارات العربية المتحدة، يعني في ولاية جنوب دارفور بنمتاز بالثروة الغابية تحديدا من ثمار للجونجوليز أو التبلدي والعرديب وكذلك الدوم. أنا كاعتدال قدرت أجسد هذه الثروة الغابية في صناعات صغيرة متمثلة في صناعة العصائر الطبيعية وكذلك تركيبة الطاقة. يا جماعة تركيبة الطاقة هي واحدة من المواد المحلية أو من المنتج الخام المحلي، بتتكون من البلح والدخن والسمسم والعسل والسمغ العربي والحلبة والكمون، هي مادة غذائية مكمل غذائي وبتشغلنا في الجانب الصحي. أنا في المعرض مشاركة بمنتج زيت شعر معالج للقشرة للحساسية للتكسير، معالجة قاطعة. حقيقة أنا بديت المنتج بتاعي ربنا إذا ابتلاك بحاجة أكيد حيعوضك بحاجة. المنتج أنا اخترعته ما قريته قراية، اخترعته بأنه كان عندي أختي عندها مشكلة بتاعة مبربرة. مبربرة كل الناس بتعرفها، مرض بزحف الشعر، مرض شكل قشرة بيكسر الشعر، بيضعف الشعر من الجذور. عملت زيت وعملت حمام زيت موية عادية، عملت منها شامبو. نحن السبعة في البيت كلنا أنا وأخواتي وبنات جيراننا كنا مصابين بمرض مبربرة. عملت المنتج من زيت وحمام زيت وشامبو، في خلال شهر نحن اتعالجنا من المرض. بعد ذاك واصلنا فيه إنه شعر يعني ماشي بطريقة أفضل أفضل أفضل. تفتحت الأزهار هنا في ساحة السحيني بنيالة من خلال جناح البستنة الذي أضاف بعدا جماليا للمعرض وحقق أهداف الإرشاد الزراعي. مشاركين بالورد الإنجليزي وفي نباتات هولندية اللي هو السايكس ونباتات ظلية وصبارات ونباتات بتاع الطبية وعطرية وأيضا فواكه. الهدف الرئيسي والأساسي من المشاركة في المعرض دي بالذات بالجانب الزراعي، شخصية ما بحمني التسويق أكتر لكن بحمني الإرشاد الزراعي والناحية بتاعت الثقافة الزراعية والميل للنباتات بتاعت العزينة. الجمال بتاع جبل مرة احنا دارينها تمتد لحد نيالة. كثيرون هنا شاركوا في الأجنحة الخارجية للمعرض وهم المنتجين المحليين، ولكن ما قدموه لا يقل أهمية عما قدم في الأجنحة الرئيسية، ويؤكد بأن تطوير الصناعة يبدأ من صغار المنتجين والصناعات الصغيرة. ودي أول مشاركة لي، عقب المشاركة في بازار إحسان أفريكان، وبرضو كانت المشاركة الأولى وتشجعت منها أنها واصل عشان أشارك في المعرض التجاري. ونحن كمشاركين باعتبارنا ما شركات ما أفراد صغار لسه مبتدئين في حياتنا، لكن حقيقة تعلمنا كثير. المعرض ما شاء الله يعني كمية زوار مبالغة ومبيعات جميلة جدا، وأسعاره أحسن من السوق بكثير. إحنا والله لما المسؤولين جو مارين ما جو مروا علينا، نحن ناس الشغل البسيط مروا على الشركات وبس. فنحن كان بنناشد المسؤولين كان يجونا نحن ويشوفوا متطلباتنا شنو، لأنه التجارة أصلا بتبدأ من الأصغر للأعلى. مصممة الثياب السودانية سارة المك لفتت أنظار المرأة السودانية هنا في نيالة من خلال مشاركتها في هذه النسخة. حقيقة المعرض أضاف لي كثير في المشاركة دي، أضاف لي فرصة بتاعة تسوق أكثر، أضاف لي فرصة بتاعة ناس زيادة يعرفوا سارة المك مصممة الثياب السودانية، محلها وين، تصاميمها كيف، شغلها كيف. أخذت توكيلين دشنتهم في معرض نيالة التجاري، معرض الأول التوكيل بتاع عطور البخيت والثاني بتاع شركة بين القطبين. المعرض أضاف كثير لمواطني نيالة بالذات في موضوع المواد الغذائية اللي هي كانت بالتخفيض، إضافة لشركات كثيرة تعرفت على دارفور، التعايش السلمي، الأمن، الأمان، السلام، المحبة، الترحاب اللي جوه من أهالي نيالة. الحرفي علي عبد الرحمن وداعة
كان محطة أنظار الجميع من خلال عرضه لآلة زراعية متطورة قام بتصنيعها في المنطقة الصناعية بنيالة لتكون بديلا للمحراث البلدي، خطوة تحتاج للرعاية في هذه الولاية الزراعية. النموذج قدامك ود البلد محرات آلية وسيطة تتجر بواسطة الحيوان، تعدي أدة أعمال فلاحية، نظافة الحشائش، ضبط البذرة على طبق مواصفات هيئة البهوس وبديل المناسب للمحرات البلدي. المحرات البلدي ما فيه عيوب وسن واحدي شايل على رقبة الحمار، وده فيه لساتك، والمحرات البلدي ما فيه تايم على التربة وبنهي التربة، والدولة ما لها بديل، وده البديل المناسب. والله يعني احنا كصناعية بيواجهنا الدعم والإعلام. معرض نيالة التجاري الاستثماري في نسخته الثامنة التي حملت شعار السلام مفتاح الاستثمار والتنمية كشفوا بصورة قاطعة بأن ولاية جنوب دارفور وحاضرتها نيالة تتوفر فيها كل الفرص الاستثمارية مع ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة. حسن حامد، سودانية 24، ولاية جنوب دارفور، مدينة نيالة.